حضرات السادة الكرام، اليوم نشهد معاً إطلاق كتاب المحكمة الدستورية العليا ملامح القضاء الدستوري المصري، ونستهل هذه الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي عن التطور القضائي المصري ودور المحكمة الدستورية العليا في إرساء مبادئها، وذلك على مدار تاريخها الطويل والممتد على يد عقول قضائية نابغة تخلدت ذكراها عبر الأزمنة. يعتبر النظام القانوني في مصر من أعرق النظم القانونية الآخذة بالحداثة في الشرق الأوسط والشرق الأدنى. ففي عام 1883 قامت مصر بإصدار أول مجموعات قانونية متكاملة ضمت القانون المدني والقانون التجاري والقانون الجنائي، ومنذ ذلك الحين توالت سلسلة القوانين الحديثة التي اتسعت لتنظيم سائر مناحي الحياة. وقد ترافق مع ذلك نظام قضائي متميز تتوج بإصدار القانون رقم 68 لعام 1931 بإنشاء محكمة النقض والإبرام كمحكمة واحدة تضمن توحيد التطبيقات القضائية في البلاد. ولقد خطى المشرع المصري خطوة أوسع بإصدار القانون رقم 112 لعام 1940 بإنشاء مجلس الدولة كجهة قضائية نوعية تستقل بالفصل في المنازعات الإدارية. إلا أن المشرع لم يكتفي بذلك، وإنما خطى خطوة أوسع لتوطيد دعائم الشرعية الدستورية لتكون خاتمة العقد في المنظومة القضائية المصرية. ولقد جرى هذا التطور الجوهري على مرحلتين، أولهما عندما أصدر المشرع قانون المحكمة العليا بالقانون رقم 81 لعام 1969، ووسد إليها الاختصاص بالفصل في دستورية القوانين، ثم أعقب ذلك النص في دستور عام 1971 في المادتين 174 و175 على إنشاء المحكمة الدستورية العليا لتختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح فضلا عن اختصاصاتها الأخرى. وإنفاذا لهذا التكليف الدستوري صدر القانون رقم 48 لعام 1979 بإنشاء وتنظيم المحكمة. ولقد تلقت المحكمة الدستورية العليا هذا التكليف الدستوري بحفاوة بالغة، فعكفت أحكامها على دراسة سائر التوجهات الدستورية في المحاكم الرائدة في هذا المجال. ومن عصارة هذه التجارب وما ترسخ في وجدان الشعب المصري من مخزون العدالة التي تكونت عبر تاريخه التليد، صاغت كلتا المحكمتين تجربة رائدة متميزة تعكس أصالة التوجه وعمق الرؤية الدستورية التي تعبر عن مكنون هذا المجتمع، مستهدية في ذلك بشعاع الحضارة الذي يأتي من كل حدب وصوب لبلوغ أرفع درجات الحماية الدستورية لمجتمعنا. ولقد كان من حسن طالع المحكمة أن تهيأ لها عدد من أرفع رجالات القانون في مصر قاموا على استنباط مبادئها الدستورية وصياغة أحكامها تحت قيادة 18 من أنبغ العقليات القانونية،
مستكملا مسيرتهم المستنيرة معالي المستشار بولس فهم اسكندر برئاسته حاليا للمحكمة. ولقد كان احتفال المحكمة الدستورية العليا باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري عام 2019 مناسبة طيبة لتقديم خلاصة فكرها ودرر اجتهاداتها في الحماية الدستورية للحقوق والحريات، فأصدرت مجموعة 50 عاما باللغة العربية وسعت لإصدار ملخص لعيون هذه الأحكام يصلح للترجمة باللغات الأجنبية إحياء لدور هذه المحكمة لتقدمه إلى الإنسانية جمعاء سراجا منيرا يهدي صناع العدالة في شتى أصقاع الأرض ليستهدوا به كما استهدى أوائلنا بعطائهم، لتتلاقح الأفكار وتتبادل الاجتهادات القضائية. ولقد كان من حسن طالع هذا العمل العظيم أن تولت ترجمة هذه الأحكام مؤسسة عريقة هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما قامت على طباعته وإصداره واحدة من أعرق المؤسسات القومية في مصر القائمة على الطباعة والنشر، وهي الهيئة المصرية العامة للكتاب، ليصدر هذا المؤلف وقد اجتمع فيه عمق البحث ودقة الترجمة وروعة الإخراج.